نقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات، مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء، بيع مباشر وقطع غيار أصلي. للاستفسار 0178 7 55 26 و 0126 50 393. ما لا تجده عند غيرنا، احجز مكانك على الهاتف 031 34 66 989 أو 010 68 55 21 59. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي برنامج أزمة أخلاق على هذه القناة الواعدة، على هذه القناة الهادفة، عبر هذه الشاشة المحترمة، شاشة تلفزيون الصحة والجمال. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في موضوع كبير جدا جدا، إن شاء الله حاجة مشوقة جدا جدا. واسمحوا لي قبل ما أبدأ حلقتي أن أرحب بالداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري. إزيك يا شيخ أيمن؟ صباح الخير. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، وأهلا بمشاهدينك الكرام في كل مكان. يا أهلا وسهلا. كما أرحب أيضا بضيفي الكريم وضيفكم الكريم المنشد، منشد مصر والوطن العربي المبتهل حسن زيد. أهلا يا أستاذ حسن. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، كل سنة وأنت طيب، وكل العاملين بالقناة العظيمة وهم طيبين، كل مصر والشعب كله يا رب يكون بخير، وربنا يجعل مصر دائما امنه ومستقره. الله يخليك. مشاهدينا في كل مكان، برنامج ازمه اخلاق على مدار سنتين كاملين فتحنا كل الملفات وفتحنا كل القضايا، وما اتكسفناش ابدا ابدا ان يكون عندنا ازمه. يعني يكون عندنا ازمه ونحلها افضل ما احنا نغمي عينينا عن الازمات والمشاكل الموجوده في الشارع المصري. اتكلمنا كتير على مدار اكتر من 60 حلقه عن مشاكل وأزمات، وما كنا بنفتح الملف وما كناش بنسيب الملف إلا لما إن شاء الله ربنا يوفقنا وبنحاول نحل فيه. وكان معانا الداعية الإسلامي على مدار سنتين كاملين الشيخ أيمن المصري. النهارده إن شاء الله بإذن الله مع الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري قلنا نتكلم في إيه؟ خلصنا كل الأزمات واتكلمنا في مشاكل كتير، قلنا نجيب بقى حاجة هتعجبكم إن شاء الله. حاجة كده بقى يعني إيه؟ الصبر على الابتلاءات. نعرفين قد ايه الناس بتمر بابتلاءات دلوقتي، وامراض واسقام واوجاع، والكل تعبان وخايف وقلقان وكله مترقب. طيب نتكلم في ايه يا شيخ ايمن؟ قال الناس زهقت، الناس تعبانه، الناس عايزه حاجه تصبرها. قلت له صبر؟ هو انا هروح لواحد مريض واقول له اصبر؟ هروح لواحد مش لاقي يعني كاد اليوم واقول له اصبر؟ قال لي ما هو لما يعرف نتيجه صبره الجنه اكيد هيصبر. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا الجنة وأعلى مراتب الجنة نحن وإياكم وكل مشاهدينا في كل مكان. وحلقتنا النهاردة فرحة دخولك الجنة، وهيعرفنا الفرحة دي وهنعيشها بقلوبنا. أنا عايزك الحلقة دي تسمعني بقلبك، مش تسمعني بودنك، عايزك تسمعني بقلبك، قلبك ده يسمعني، عيش معايا بقلبك الحلقة دي. الداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري هيعيشنا فرحة دخولنا الجنة. أسأل الله السميع العليم أن يرزقنا أعلى مراتب الجنة. شيخ أيمن، النهاردة أنا عايز أول مشهد، أول مشهد في دخولنا الجنة، تعرف توصف لي شكلنا هيبقى إيه؟ وضعنا هيبقى إزاي؟ هنبقى واقفين إزاي؟ هنبقى لابسين إيه؟ مين هيجي يبشرنا ويقول إن ربنا خاصك يا شيخ أيمن أدخل الجنة؟ مين هيجي يقول لي كده؟ يجي يقول لك شيخ أيمن أنت ربنا خاصك إنك تكون من أهل الجنة. أنا عايز أول مشهد، والأسئلة دي هتكون علشان تبقى فاهم أسئلة ممكن تكون تبدو بسيطة ولكن هي مثيرة وغريبة، بتدور في الأذهان كتير، بس إحنا بنتكسف نسألها. هنا في برنامج أزمة أخلاق ما بنتكسفش خالص، ما بنخجلش خالص، أي سؤال يخطر في بالي أو بال غيري باجي أسأله على الدعاء الإسلامي، ومن حقي إن أنا آخد منك الإجابة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، وبعد.
أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين من أهل الجنة. آمين يا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الداخلين الجنة بغير حساب ولا عذاب. آمين يا رب العالمين. أفضل العطايا إن أنت تدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. آمين يا رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياك والمشاهدين منهم وجميع المسلمين الموحدين. أنا بسميه أعظم مشهد. أعظم مشهد عند دخول الجنة. لأن مشهد عظيم جدا. عايزين أنا عايز بس الناس كلها تركز ويعيش معايا بكل جوارحه، وأنت والشيخ حسن، لأن الجنة هتنسيك كل هموم. إحنا النهاردة بقى يا شيخ أيمن، إحنا النهاردة بجد يعني عايشين معاك بقلوبنا، وأنا بدعو كل مشاهد بقى، يعني أنا بدعو كل مشاهد، ممكن ترجع لي تاني بعد إذنك، أنا بدعو كل مشاهد الحلقة دي بالذات، حلقة مهمة جدا وحلقة جاية في وقتها، وعارفين قد ايه الاسقام والامراض والاوجاع والاوهام، وعارفين قد ايه العيشه ضيقه، وعارفين قد ايه في المعايش، لا عايزين نعيش الحلقه دي بقلوبنا. بعد ما تصبروا جزاءكم الجنه. شيخ ايمن احنا عايشين معاك النهارده بقلوبنا مش بوداننا. اتفضل خد راحتك. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. امين يا رب العالمين. شوف بقى مشهد عظيم عند دخول الجنه. طبعا يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في كرب، هم ألم تعب عطش جوع، الشمس تدنو من الرؤوس، في طبعا كرب عظيم، في طائفة خصها الله تبارك وتعالى مستظلة تحت ظل عرش الملك، لأن لا في شجر ولا في مظلات ولا في عمارات ولا أي حاجة تستظل تحتها، الكل واقف على أرض درمكة بيضاء، أرض مخصصة أو خصصها الله تبارك وتعالى لأهل المحشر. في ناس قاعدة مستظلة تحت ظل عرش الملك. هنقف عند أهل المحشر فاصل وهنرجع لكم تاني متابعينا في كل مكان، خليكم معنا في الحلقة القوية دي إن شاء الله بإذن الله، هنعرف مشهد الجنة من دعاء الإسلام الشيخ أيمن المصري. فاصل ونرجع لكم. إعلان استثنائي وفريد من نوعه، الآن نقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء، بيع مباشر وقطع غيار أصلي. للاستفسار 0178 7 55 26 و 0126 50 393. مبروك عليك كتب الكتاب، خلاص حلم حياتك اتحقق مع المأذون الشرعي الشيخ أحمد كمال، اللي بيمتاز بالأمانة والخبرة والتعاون ومتابعة الزوجين وتقديم المشورة، بالإضافة للتعريف بالأوراق المطلوبة لعقد الزواج. ستجد عندنا ما لا تجده عند غيرنا. احجز مكانك على الهاتف 031-34-66-989 أو 010-68-55-21-9. إعلان استثنائي وفريد من نوعه، الآن نقدم لكم كل ما تحتاجونه لإصلاح وصيانة وسمكرة ودهان السيارات مع توكيل كيان فرع المنيل، وكمان شحن تكييف وجميع أعمال الكهرباء. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في كل مكان، كل متابعي ومشاهدي برنامج أزمة أخلاق، وحنكمل مع داعي الإسلام الشيخ أيمن المصري، وحنعرف أول مشهد وفرحتك بدخولك الجنة وحلقتنا يا فرحتك بدخولك الجنة. أسأل الله السميع العليم أن يرزقني وإياكم وكل مشاهدينا في كل مكان في أعلى مراتب الجنة. شيخ أيمن المشهد. المشهد الناس في كرب عظيم، كل الأمم كل البشرية كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس في كرب عظيم، الشمس تدنو من الرؤوس، وكل واحد على قدر عمله. في طائفة كده خصها الله تبارك وتعالى
مستظله تحت ظل عرشه. طبعا احنا قلنا ما فيش شجر ولا في مظلات ولا في امارات ولا في تكييفات ولا في مراوح. الارض نرمكه بيضاء، الشمس قريبه من الرؤوس بمقدار ميل. طبعا احنا دلوقتي بيننا وبين الشمس حوالي 92 مليون ميل. 92 كام؟ مليون ميل. 92 مليون ميل؟ هيبقى بيننا وبينها ميل واحد. ميل واحد كما قال صلى الله عليه وسلم. مين بقى المستظلين تحت ظل عرش الملك؟ اهل التقوى. ان المتقين في مقام امين. كده عشت الموقف، انا بديك صوره بسيطه. تمام. اعظم مشهد بقى عند دخول الجنه، طبعا في طائفه قاعده مستظله تحت ظل عرش الملك. النبي صلى الله عليه وسلم يسجد سجدة يدعو الله بمحامد ويتقرب إلى الله بالدعاء، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي. فيقول الله تبارك وتعالى له يا محمد خذ من أمتك من لا حساب عليهم وادخلوا من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في سائر الأبواب. أسأل الله أن يجعلنا منهم. يا رب تكون جاري في الجنة يا رب، إن احنا ندخل الجنة بدون حساب ولا عذاب. طيب اللبس بقى يا شيخ هيما، احنا لابسين ايه؟ هيئتنا ازاي؟ هقول لك، بس خلينا في المشهد العظيم عند دخول الجنة. تمام. طبعا أهل الجنة الله تبارك وتعالى أخبرنا يوم يحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أهل التقوى أو أهل الإيمان اللي آمنوا بالله في الدنيا مش هيحشروا على رجليهم، لا، ولكن يركبون على نوق لم ترى الخلائق مثلها. كل واحد راكب الناقه بتاعته هيدخل بقى ايه الجنه، عليها رحائل من ذهب يركبون عليها حتى يضربوا ابواب الجنه، اي يدخلوا ابواب الجنه. ايش بقى الموقف معايا؟ اهل الجنه وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرة. زمرة يعني جماعات جماعات، احنا داخلين للجنه كده جماعات جماعات في منظر جميل، الملائكه بتحفنا في عرس حفل ملائكي، الملائكه عملنا كده استقبال، هم اللي حافين اهل المحشر اهل الجنه هيسوقهم الى فين؟ الى الجنه. وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرة. كل واحد راكب الناقه بتاعته، نظام صفوف متساويه. هديك حديث جميل هلخص لك المشهد عشان تتخيل المشهد. الحديث عند البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان اول زمره اي جماعه يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة التمام. الله، والذين يلونهم الجماعة اللي بعديها بعديهم على أشد كوكب بري في السماء إضاءة. اسمع، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، رشحهم المسك، ومجامرهم الألوة، على أتقى قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية. تلخيص الموضوع ان اهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يدفلون ولا يمتخطون، شغل الدنيا انتهى. مفيش لبول بقى ولا قضاء حاجة تاني ولا دورة مياه. طب ولا والاكل بقى اللي بيدخل بقى يا شيخ ايمن بيخرجوا ايه؟ ما هو ورشحهم المسك، رشحهم المسك. الاكل اللي انت هتاكله هيخرج على جسمك عرق، وهذا العرق رائحته مسك. المشهد بقى داخلين الجنة، الملائكة بيقولوا ايه؟ سلام عليكم طبتم، بيسلموا على اهل الجنه وهم داخلين. الموقف ده كلنا هنمر بيه، خلاص دخلنا في صفوف، كل واحد راكب الناقه بتاعته وداخل الجنه. انت مش هتحشر على رجلك ولا هتتعب، لان انت معزز، لان انت بقيت ملك. انت عارف المشط بتاعك لما يبقى ذهب، امشطهم الذهب، المشط بتاعك ذهب، يبقى انت شكلك ايه؟ الراحله بتاعتك، الناقه بتاعتك، الكسوه بتاعتها من ذهب، لان انت ملك. وهنعرف ازاي انا بيت ملك. داخل الجنه، طبعا الجنه لها ثمانيه ابواب، اسال الله ان ينادى علينا من اكثر من ذلك. امين يا رب العالمين. امين. وانت داخل الجنه كل اهل الجنه وكله، يعني اسال الله، اسال الله ان كل المشاهدين نيجي كده يوم القيامه وانت والشيخ حسن يذكرني كده، يقول لك فاكر لما كنا بنتكلم عن الجنه يا شيخ ايمن؟ اقول لك فاكر، اقول لك هو ده الموقف اللي انت كنت بتحكيه. يا رب وعدنا يا رب، وعدنا يا رب العالمين، وعدنا يا الله. داخلين الجنه في صفوف، في نظام، نظام عجيب، صفوف زمرا زمرا يعني جماعات جماعات. شوف بقى المنظر العجيب، المشهد الجميل اللي سيدنا علي بيحكوه. يقول حتى اذا انتهوا عند باب من ابوابه، كلنا داخلين الجنه، الباب اللي داخل منه طبعا الملائكه بتسلم عليك، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، هتخش مش هتخرج تاني، مخلد في الجنه ان شاء الله.
سيدنا علي رضي الله عنه يقول الذي تتلمذ على يد النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى إذا انتهوا عند باب من أبوابها، أي باب اللي أنت هتخش منه، فأهل الجنة يجدوا شجر، هتلاقي شجرة أول ما تخش، فعمدوا هذه الشجرة يجري من تحت ساقها عينان، الشجرة دي ماشي تحت منها عينين، فعمدوا إلى أحدهما أتروح على أول عين أيوة. فيشربوا منها، أول عين هتعمل إيه؟ أشرب منها، هتشرب منها، فيذهب الله ما في بطونهم من أذى وقذى وبأس. يعني إيه؟ أول شربة هتشربها هتعد لك المعدة إعداد تاني. خلاص بقى بقى في بول تاني، الحاجات بقى الدنيوية دي بقى ننساها بقى، انسى حاجة بقى شغالة كده بقى إيه يعني ربانية. يعني إيه الأذى؟ لما تشرب الشربة دي هتمنع منك بعد كده أي أذى، اللي هو أي وجع، مفيش بقى لا فشل كلى ولا أمراض ولا أوجاع ولا قراح معدة، كل مع الشربة دي مش هيجي لك أمراض تاني خالص ولا قذى ولا أي قذى، أي شيء من الوجع ولا الهم ولا الألم ولا بأس. القذى اللي هو اللي انت لما تخش تقضي حاجتك في الدنيا بتقول ايه؟ أيوه. الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، فمفيش اذى، مفيش خلاص بقى تخرج تخريج، مفيش اخراج بقى خلاص، العمليه شغاله رباني كده يعني، والامراض اتمنعت خلاص. انت مع الشربه دي هيئت لك بطنك اعداد تاني خالص. صح، ادي اول عين، فعمدوا الى الاخرى، هتروح العين الثانيه، فيغتسل منها كل اهل الجنه، فيظهر على وجوههم نظره النعيم، فلا تشعث شعورهم، شعرك مش هيبيض تاني بعد ما تغتسل من الغسله دي، ولا تتبدل جلودهم، جلدك هيفضل على طول ناعم جميل. خلصت الموضوع، انت هتدخل الجنه بصوره سيدنا يوسف، اللهم صل على سيدنا الجمال صلى الله عليه وسلم، في قوه سيدنا موسى عليه السلام، عليه السلام في عمر سيدنا عيسى عليه الصلاه 30 او 33 عليه السلام، في طول سيدنا آدم 60 ذراعا في السماء عليه السلام، عليه السلام، وعلى خلق نبينا محمد صلوا على من علم الدنيا الحب، الله عليه وسلم، صلوا على من علم الدنيا الحب، صلى الله على من علم الدنيا الرحمة، صلوا على من علم الدنيا الخلق، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. خلاص شربت واغتسلت، ثم يتلقاهم الولدان، الولدان نور ربنا خصصهم لك في خدمتك في الجنة. وأقل واحد في الجنة يا أستاذ إبراهيم له 300 غلام. هنشوف مين هيخدمنا في الجنة بعد ما نعيش بقى ونتمتع شوية كده، وحلقة جميلة، وأنا والله بجد أنا مبسوط وقاعد مستمتع بيك جدا يا شيخ أيمن، بعد ما نسمع بقى المنشد بتاعنا والمبتهل الجميل منشد مصر والوطن العربي المنشد حسن زيد. عم حسن، شايف الكلام الجميل؟ الشيخ أيمن بيقول كلام تنسى كل الأسقام والأمراض والتعب والشقة والضنا وكل أتعاب الدنيا، بمجرد بس ما يبشروك إن أنت هتدخل الجنة ما أعتقدش إن أنت هتفتكر أي ألم أو أي وجع تاني. أكيد طبعا الشيخ أيمن ربنا يفتح عليه ذكر آيات في سورة الزمر جميلة جدا، وطبعا فرحة هؤلاء المؤمنين أو المتقين بأهل الجنة وهم يحفوهم طبعا، وانهم فازوا بالدارين الاولى والاخره. يا رب اسال عظيمة. الله العلي العظيم ان يرزقنا اعلى مراتب الجنه وفي الفردوس الاعلى من الجنه. هتسمعنا ايه يا عم حسن؟ هسمعكم ان شاء الله حاجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، من امتي الا رسول الله. اتفضل يا باشا، المايك معاك، ومشاهدينا في كل مكان بيسمعوك عايزين بقى نعيش ان شاء الله. لا لا الله وحده لا شريك له وهو حي لا من الليل أمتي إلا رسول الله من اللي طلب الشفاعي
صلى عليك الله وملائكته في السماء أحمد رسول الله أحمد رسول الله سبحان ربي كرموا منه سبع سماوات وعلموا وفهموا الذكر والآيات ما أعظمك ما أرحمك يا خاتم الرسالات صلى عليك الله وملائكته في السماء أحمد رسول الله إلا رسول الله إلا حبيب الله. أحسنت 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 يا أستاذ حسن، ربنا يبارك في عمرك يا رب، ربنا يفتح عليك بجد. هنعود سريعا مشاهدينا في كل مكان، كل مشاهدي ومتابعي برنامج أزمة أخلاق، ووقفنا عند الولدان اللي هيستقبلوا أهل الجنة، ربنا يجعلني أنا وأنتم والشيخ أيمن وعم حسن وكل مشاهدينا في كل مكان في أعلى مراتب الجنة ويرزقنا الفردوس الأعلى. شيخ أيمن، الولدان هيقابلوا أهل الجنة، هيقابلوهم إزاي؟ ووصف لي المشهد بالله عليك. يتلقاهم الولدان بأجمل ما يكون من الترحيب والسلام. شفت لما تبقى غايب كده عن ولادك في الدنيا، كذلك منتظرينك منذ آلاف السنوات، ينتظرونك بالترحيب والسلامات. ثم يذهب ولد من هؤلاء الولدان إلى زوجاتك أو أحد زوجاتك من الحور العين. هروح بقى يبشر مين؟ زوجاتك من الحور العين. طيب. أهل الجنة خلاص دخلوا، ينادي مناد: يا أهل الجنة لكم أن تقيموا فيها فلا تضعنوا أبدا، يعني هتضلوا جواها مش هتخرجوا إيه أبدا، ولا ولكم أن تشبوا فيها فلا تسقموا أو تهرموا أبدا، هتفضل على طول شباب مش هتكبر تاني في السن، ولكم أن تصحوا فيها فلا تسقموا أبدا، هتفضل على طول إيه في صحة وشباب وحيوية، مفيش أسقام تاني، سبحان الله، مفيش أمراض تاني، آه، مفيش أوجاع تاني. كل اللي تعب في الدنيا، كل اللي شاف أوجاع، كل اللي شاف أسقام، كل المريض، كل متألم، كل مهموم، كل حزين، والله مع أول غمسة يا أستاذ إبراهيم في الجنة هتنسى كل تعب الدنيا. مين يفتكر تعب بقى يا شيخ أيمن بعد الحاجات الحلوة دي؟ وهكذا أخبرنا النبي: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. عارف يعني إيه واحد أكتر واحد تعب في الدنيا؟ بأبأس أهل الدنيا لكن من أهل إيه؟ الجنة. فيغمس غمسة في الجنة فيقول الله تبارك وتعالى له: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا رأيت شدة قط. غمسة واحدة نسيت كل تعب الدنيا، علشان كل مهموم دلوقتي وكل حزين دلوقتي وكل ضايع دلوقتي وكل مخنوق دلوقتي من ضيق المعايش وقلة الرزق يعرف ان جزاءه الجنة. يا شيخ أيمن كلامك جميل جدا جدا جدا، هنكمل مع بعض بالله عليك، نكمل الحتة دي. خلاص استقبلك الولدان اللي هم مخصصين في خدمتك، وده كما ذكرنا أقل رجل في الجنة له 300 غلام، أقل واحد، أقل واحد له 300 غلام في خدمته، 300 غلام يخدموه، 300 لا يملون منه ولا يمل منهم. طبعا أنا بذكر لك الأحاديث سريعا عشان بس الوقت، لا أنت بتمل منهم من خدمتهم يا عم حسن ولا هم بيملوا منك. مش هتشرب؟ لا مش جايب دلوقتي، مفيش الكلام ده. وخلي ده هو أنت عايز تشرب أيا كان بقى، عايز تشرب لبن، عسل، عايز تشرب خمر، طبعا خمر الجنة غير خمر الدنيا، لا طبعا طبعا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بتسبب صداع ولا قيء، ولا لان خمر هو الاسم واحد لكن الطعم مختلف. الشاهد الغلام يجي يقول له مثلا عايز اشرب كاس خمر، عايز اشرب كوب من الماء، ماء غير اسم بقى غير الدنيا بقى ولا التلوث ولا ايوه صحيح. سبحان الملك، على القدر اللي انت هتشربه بيصب لك، يعني مش هينفع ترجع حاجه، امور الدنيا دي انتهت. هو عارف كده سبحان الملك، شفت بقى شغل الليزر، هو عنده اشارات انت هتشرب قد ايه، بيصب لك على قدر استطاعتك. هتشرب نص كوبايه يديك نص كوبايه، لان مش هينفع ترجع حاجه. هي الجنه كده، لا فيها قذرات ولا فيها اي شيء من امور الدنيا ولا قمامه ولا كل ده، انتهى انتهى خلاص. استقبلك ذهب عشان يبشر زوجاتك او زوجتك من الحور العين، يقول لها ايه بقى؟ يقول لها: لقد جاء فلان ابن فلان. تقول له: هل رأيته؟ انت شفته؟ قال: نعم، انه ذا بأثري، ده جاي ورايا اهو. فيستخف احداهن الفرح، فرحانين مشتاقين. بيبقوا قد ايه يا شيخ ايمن؟
ما احنا مش عايزين النساء تزعل مننا. لا لا قول قول احنا لا لا احنا عايزين نعرف قد ايه يعني. اقل رجل في الجنه له 70 حورية. ده ربنا اللي بيعاطي الوهاب يعني، ربنا اللي وهابه يعني. ما في الجنه بقى خلاص الموضوع هيتغير. لا موضوع الغيره بقى خلاص، وانت ليك واحده وبس وما تتجوزش الثانيه ومش عارف ايه الكلام ده، الموضوع ده هينتهي في الجنه اصلا يعني، يعني في الاخره كده منتهي يعني. فالزوجات في انتظارك فيستخف احداهن الفرح فتقف باسكفه خلف الباب كده منتظره منتظراك. اول لما الواحد يقف قدام بيته ركز في الحته دي قوي، كل واحد هيمر على المشهد ده. حتى اذا وقف امام بيتي، ده كلام علي رضي الله عنه وهو بيشرح هذه الايات، حتى اذا وقف امام بيتي فاذا اساس البيت من اللؤلؤ. عارف القواعد والسملات والعواميد في الدنيا اللي احنا بنعملها من الاسمنت دي، هناك من اللؤلؤ. البيت بقى ايه؟ لبنه من ذهب. طب قبل الحته بتاعت البيت دي يا شيخ ايمن، في سؤال دلوقتي يعني وليد اللحظه كده طرى عليا. طب اقدر انا واحد مثلا دخلت الجنه وزوجتي دخلت الجنه وانا بحب زوجتي في الدنيا وعايزها تبقى زوجتي برضه في الاخره وفي الجنه، ما هو ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا بذلك. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم تمام ذريتهم. اهو هو لو دخلت الجنه هتبقى زوجتك في الجنه، زوجتي في الجنه. تمام. بس هناك بقى هتبقى هي الرئيسه وسيده الحور العين، هي الرئيسه بتاعتهم لان هي واخداك دنيا واخره بقى هي يعني تعبت في الدنيا. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى بينشئها نشأة تانية، إن انشأنهن انشاء فجعلنهن ابكارا عربا اترابا. لمين يا رب؟ لاصحاب اليمين. هي امور الدنيا بقى انتهت بقى، صح؟ لا في بقى مشاكل ولا اوجاع ولا ما رحتش الشغل النهارده ليه ولا انت ما جبت هناك بقى. احنا يعني الجنه، بص يا استاذ ابراهيم، على خصالة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. طبعا كل شيء ببلاش طبعا، مجانا، مفيش عملة بقى ولا فلوس ولا كلام من كل حاجة نفسك فيها تنزل السوق تشتريها من مين اللي بيبيع لك؟ الملائكة. ببلاش، كل ما تشتهي الأنفس. اللي نفسه بقى في ألعاب هيجيب الأطفال، اللي نفسه الناس الكبيرة، أي مات شفت لما بتخش كده مول زي كارفور ولا مول القصر ولا مول مصر، تبقى كل حاجه قدام منك بس في السيوله مش قد كده، او هتجيب ايه؟ لا انت هناك بتخش السوق بتشتري اللي انت عايزه ببلاش. طيب خلينا هنخش السوق انا وانت وهتشوف الاسئله اللي تبدو بسيطه ولكنها عميقه وغريبه من نوعها بعد ما نسمع المنشد بتاعنا والمبتهل حسن زيد. عم حسن، بعد الكلام الجميل بتاع الشيخ ايمن ده، انا عايز حاجه بقى تفرح الساده المشاهدين كده وتحسسهم باليوم الجميل والحلقه الجميله جدا اللي اختارها لنا وخصها لنا الشيخ ايمن النهارده، وقال هنتكلم يا بخت فرحتك بالجنه او فرحتك بدخول الجنه. يبقى نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عشان هو المبشر بالجنه وهو صاحب الاسراء والمعراج. اتفضل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا رب يا صاحب الاسراء وبراك المعراج أتى وبراك المعراج أتى رفع الحبيب إلى العظام جبريل لا يخطو هنا جبريل
عليك. احسنت احسنت والله يا مولانا استاذ حسن حبيبي، وعلى دماغي وعلى راسي والله العظيم بجد. هنرجع مشاهدينا في كل مكان، كل متابعي ومشاهدي برنامج ازمه اخلاق، في حلقه قويه، حلقه مثيره، حلقه غريبه من نوعها، حلقه تصبرنا على الابتلاءات، حلقه تصبرنا على امراض والاسقام والوباءات اللي موجوده، مع الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن مصري، وهيعرفنا هيكل البيت. بيتك في الجنه شكله ايه؟ مبني ازاي؟ تم بناؤه ازاي؟ هعرف بيتي ازاي؟ والشيخ ايمن هيعرف بيته ازاي؟ استاذ حسن هيعرف بيته ازاي؟ وحضراتكم كل مشاهدينا في كل مكان، كل واحد فيكم ان شاء الله يدخل الجنه هنعرف بيته ازاي؟ ده اللي هنعرفه من الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن مصر. الشيخ ايمن البيت ازاي؟ وشكله عامل ازاي؟ ومساحته قد ايه؟ وهعرفه ازاي؟ انت في الجنه ملك. ملك. بيتك لبن من ذهب ولبن من فضه. الله اكبر. طوبه ذهب وطوبه فضه. وملاطوها المسك. كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. المونة اللي بينهم ايه؟ ده كان المونة اللي بين القالب والقالب مسك. مسك. تخيل انت بقى شكل البيت ايه؟ طبعا لو اقول لك على مساحته، وانت في اقل رجل في الجنه ابراهيم له مثل ملك، ملك ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، ده اقل واحد. فانت شوف بقى بيتك عامل ازاي؟ لبنه من ذهب ولبنه من فضه. سيدنا علي ما بيشرح، حتى اذا وقف امام بيته فاذا اساس البيت من اللؤلؤ المكلل بالصرح الاخضر والاحمر والاصفر، بناء البيت كما ذكرنا لبن من ذهب ولبن من فضه، حتى اذا نظر الى اسقفه البيت سقف البيت لو فلولا ان ثبت الله بصره لذهب. انت في الجنه ربنا بيعدك اعداد بيتماشى مع هيئه الجنه طبعا، لان سلم اخبرنا الرجل من اهل الجنه يعطى قوه 100 مره من الدنيا. من الدنيا انت قوتك في الجنه زي دلوقتي كم مره؟ 100 مرة في الطعام والشراب والشهوه والجماع. طب ده عشان تستمتع اكتر ولا علشان يعني ظروف الجنه هي كده؟ هي انت عشان تعرف تتعايش مع اجواء الجنه. لا ما انا عايز اقول لك على حاجه، انت بتقول بيديك 100 ضعف حتى في يعني في النفس اللي بتاكل والجسد والكلام ده، عشان تتنعم. عشان تتنعم صح كده؟ طبعا. عشان انا لو قدامي مثلا ديك رومي، فانا لو اكلتي صغيره مش هقدر استمتع فيه، فلو اكلتي كبيره هتمتع طول الوقت. الجنه بقى الموضوع مختلف، صح كده؟ مفيش بقى لا قضاء حاجه ولا كلام منه. انت بتاكل الاكل ده بيخرج على جسمك عرق، وهذا العرق رائحته مسك. والبصر كمان بيبقى شديد، لان انت مش هتعرف تتعايش مع اضاءه الجنه. تمام. ونور الجنه. وبعدين الجنه مفيش فيها ليه؟ لا. أوه. يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا بتشوف شمس، مفيش فيها شمس. أيوة. ولا ساقعه. جو جميل لطيف زي شفت ساعه العصاري كده. لا ساعه طلوع الفجر. شفت الفجر عامل زي نقي وجميل وصافي. لا في شتاء ولا في صيف، جو جميل جو معتدل يعني. فانت دلوقتي شوف علي بن ابي طالب يقول لولا ان ثبت الله بصره لذهب. لولا ان هو قوه بصره شديده هيتعمي من شكل الاضاءه او شكل الجمال. اول بقى ما تفتح زوجتك الباب، حتى اذا دخل بيته فاذا باكواب موضوعه ونمارك مصفوفه وزرابي مبثوثه، السفره متحضره لك وجاهزه. حتى اذا اتكوا، ده الموقف ده هيمر على كل واحد. اول لما تيجي تقعد، اول كلمه هتجري على لسان اهل الجنه، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ينادي مناد من قبل الله، يا اهل الجنه لكم ان تقيموا فيها فلا تظعنوا ابدا، اي لا تخرجوا ابدا، ولكم ان تشبوا فيها فلا تهرموا ابدا، هتفضل على الشباب على طول، مش هتكبر تاني. ولكم ان تصحوا فيها فلا تسقموا ابدا. الله الله الله. ثم ينادي الملك. الله الله الله. الملك سبحان العليم يقول يا اهل الجنه فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول يا اهل الجنه اسمع. ايوه. هل رضيتم؟ لا اله كمان لا اله الا الله. يعني هل رضيت؟ يعني التمتع ده والاستمتاع ده والغنى ده والاكتفاء ده، وكمان بيسالهم هل رضيتوا؟ يا اخي ده حتى ده انت اساسا فوزك كل الفوز، فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز. ده البشره، بس البشره ان حد يجي بشره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقاب قوسين، يعني صح. مساحه تقدر بنصف متر لك في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ما بالك بقى كل النعيم اللي انت فيه، القصر اللي انت داخله،
السفرة الطويلة الجميلة متحضرة لك بأشهى وأجمل الطعام. الملك ينادي عليك بقى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى يا رب، ده انت دخلتنا الجنة، ده انت نجتنا من عذاب جهنم، وهو في أكتر من كده ايه تاني يا رب؟ فيقول الله تبارك وتعالى: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ ايه ده، هو في أفضل من كده يا رب؟ انت عارف يا شيخ أيمن، لو احنا مش جايين النهاردة نوصف الجنة، أنا كان عندي سؤال ملح بس مش هسأله لك دلوقتي، هسأله لك في الحلقة الجاية. أهل النار بقى وهم شايفين أهل الجنة بيتنعموا كده، كنت عايزك توصف لي إحساسهم بس مش في الحلقة دي، الحلقة الجاية إن شاء الله. هنكمل يا شيخ أيمن اتفضل. الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا نرضى، لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. أنت دخلتنا الجنة يا رب، ده أنت نجتنا من عذاب جهنم يا رب، هو في أفضل من كده؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون أي أهل الجنة: وما أفضل من ذلك؟ إيه اللي أفضل من كده؟ يقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله مفيش سخط تاني، ما تخافوش، مفيش أي أوجاع تاني ولا أسقام تاني، مفيش أي حاجة هتتعبكم في الجنة تاني، ولا هتبقى قاعد خايف بقى من عذاب، ولا قاعد خايف من 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 خلاص. انت في الجنه خلاص، انت اشتغلت في الدنيا، في الجنه بقى لا في شغل ولا عمل، كل شغلنا في الجنه ان احنا بنتنعم. نتزور، استاذ ابراهيم يزورني وانا ازوره. هزورك ازاي؟ ده هعرفه بعد بس ما نسمع المنشد حسن سيد. اما حسن حاجه سريعا كده نعيش معاه بقلوبنا. نقول برضو يا رايح المدينه. اتفضل يا باشا، اتفضل اتفضل، المايك معاك ومشاهدينا بيسمعوك، اتفضل. يا رايح المدينه سلم على نبينا وقول له يا طه بالمحبه جينا. يا رايح المدينه سلم على نبينا وقول له يا طه بالمحبة جينا. تب من في جمالك مين يا رحمن العالمين، تب من في جمالك مين يا رحمن العالمين، يا ساكن المدينة يا ريح المدينة سلم على نبينا وقول له يا طه بالمحبة جينا. هنقد لنبينا شموع ونروح ما نقولش رجوع، ونصلي بصوت مسموع، ده نبينا غالي علينا. يا رايح المدينة سلم على نبينا وقول له يا طه ده ربك دعينا. الله الله الله، احسنت احسنت يا استاذ حسن، احسنت والله العظيم. حلقه جميله وناس جميله ومشاهدين جمال، قناه محترمه وقناه واعيه وشاشه محترمه جدا، واعيه فعلا بما تقدمه شاشه قناه صحه وجمال. كل التحيه لكل العاملين في هذه الشاشه، وتحيه لكل فريق صناعي ومقدمي برنامج ازمه اخلاق، وعلى راسهم الداعيه الاسلامي الشيخ ايمن المصري اللي على مدار سنتين كاملين ما تواناش لحظه في خدمه الداعيه. وان شاء الله باذن الله ربنا يجعل في كل كلمه وكل حرف في ميزان حسناتك يا شيخ ايمن، واكون جارك في الجنه. نفسي تكون جاري وجارك في الجنه. ولما اكون في الجنه جار بقى يا شيخ ايمن، وانا زهقت من البيت وعايز اتمشى شويه، وانا في الجنه بقى وانا بيني وبينك اميال، ما كل واحد بيته كبير وقصره كبير زي انت ما وصفت وقلت، طب عايز اروح اتعشى او اتغدى عندك النهارده، هتصل بيك ازاي؟ اقول لك انا جاي ازاي؟ هركب ايه؟ اسئله تبدو بسيطه لكن بتدور في الاذهان. لازم نعرف كل مشاهدينا ايه اللي هيدور في الجنه. الجنه فيها ما لا عين رات، كما اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تمام. شوف التكنولوجيا اللي احنا فيها، شفت احنا دلوقتي بقى كل حاجه بالليزر بالاشارات. طبعا تحط ايدك تحت الحنفيه الميه تنزل، تدوس بس كده على حاجه كده على الحيطه زرار النور، او انت ماشي بالليزر كده في بعض الدول المتقدمه ماشي في مكان تلاقي النور قد لوحده كده في المكان اللي ماشي فيه. طب ده في الدنيا. انا واحد صاحبي
بيحكي لي راح احد المصايف او احد في سفر بره, قاعد يحكي لي على الحاجات وما كان ينزل مش عارف سوائع البوفيه المفتوح, المناظر الخضره الخلابه, الجناين, الحدائق. اخر ما خلص قال لي يا اخي اكني عايش في الجنه. فانا سمعت منه الكلمه قلت سبحان الله, طب ده من صنع البشر. الجنة اللي هو بيقول عليها دي, انا كني كنت في الجنه صح. وكل اللي بنفسه فيه من مشاريب سخنه او بارده او اي اكل اوبن بوفيه. صنع الخالق ده بقى, صنع الخالق, طب ده صنع البشر إيه؟ المهندس اللي مصنعه صح. ما بالك بقى الذي اعد لك الجنه بذاته هو الله. الله اكبر. لان الذي خلق الجنه هو الله. تخيل بقى الصنع الالهي يكون عامل ازاي. انت هنا بتركب عربيتك صح. بنزين وجع قلب وتلوث الهواء ودخنه ويلا ما جاوبتنيش يا شيخ ايمن. انا هوصل لك في الجنه ازاي؟ انا النهارده عازم نفسي عند الشيخ ايمن. في موبايلات في الجنه وفودافون وبنيل وهندفع كريدت وهندفع فلوس, واتصل بيك اقول لك جاي لك بعد المغرب او قبل العصر وعايز اروح لك, هركب ايه؟ كله مجانا يا استاذ ابراهيم. ازاي؟ مفيش حاجه بالجنه بفلوس. مفيش حاجه تتعب. انت عندك كرسي يطير بيك في اي مكان. الكرسي يطير بك الى حيث ما شئت. ده اللي اخبرنا عنه السنه. ده الركاب. احنا بقول لك بص, مهما ان اتى الله داعيا من فصحة اللسان وحلاوه التبيان مش هيعرف يصف الجنه. لكن احنا ناخد نبذات اللي ذكرها لنا القران والسنه. ربنا سبحانه وتعالى في سوره الواقعه يقول وفرش مرفوعه. السرير بتاعك هيطير بيك في فوق 500 سنه. يرتفع 500 سنه. الكرسي عايز تروح مكان ينقلك من مكان لمكان. ممكن انت بنفسك كده مسافر عايز بس اجلس مع فلان تلاقي نفسك عنده. بمجرد الفكره بس ان انا افكر يعني. خلاف ما انت في بالك يعني, تخطر على بالي الفكره الاقي نفسي في المكان. يا انت دلوقتي لما بتطلب دليفري بتعمل ايه؟ بتصل بالمطعم او خدمه العملاء بيجيبوا لي الدليفري. طب ما توحد الملك. لا اله الا الله. صلي على حبيبك محمد صلى الله على من علم الدنيا الحب والوفاء. على من الدليفري يجي لك بياخد وقت قد ايه؟ يعني ساعه, نص ساعه, ساعه الا ربع على حسب. طيب انت بقى في الجنه بتعمل ايه؟ شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن مسعود يا ابن مسعود انك لا تنظر الى الطير في الجنه. اي طير يعجبك فتشتهيه. مجرد ان انت ايه, ركز كده, وحد الله, مجرد ان انت ايه تشتهيه. الله نفسي في الطير ده, فيخر بين يديك مشويه. الله اكبر. في التو. اول لما يبقى نفسك بس في اي نوع من انواع الطيور تلاقيه بين ايدك ايه مشوي. وخلي بالك بقى اللحوم في الجنه لا فيها ريش ولا عظم. مفيش عظم قدام منك. مثلا الطير ايا كان بقى, حمامه, اي طير من طيور الجنه, اي طير مفيش جواه عظم خالص. هتودي ما يعني تاكل وتتمتع ومفيش حاجه بقى. ما هو مفيش قمامه. مفيش قمامه. مفيش بقى مكان نرجع لا قمامه ولا عمال نظافه ولا كلام من ده. كل ده كان في الدنيا. انا بقول لك مسافه ما تشتهي بس اي طير. انت بتبقى ماشي في الجنه, انت بس في شجره كده في الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, يمشي الراكب تحت ظلها او ظلها 100 عام ولا يقطعها. تمشي تحت الشجره على 100 سنه. 100 سنه. الشجره الصاج بتاعها من ذهب. ما تخلصهاش. تمشي بقى, شوف الملك بيقول لك عايز تاكل من اي ثمار. وذللت قطوفها تذليلة علشان يقربها لك, ما تتعبش نفسك خالص, يعني ما تمدش ايدك ولا تطلع مفروض. تتسلق شجر ولا نخل يعني ولا يعني هتلاقيها دانيه منك. الفرع كده بينزل لك. يتذلل لك, ينزل وتقطف الثمره. نشوف السيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تخرج في نفس التو ونفس اللحظه غيرها. اول تقطف مثلا عنبه, تفاحه, يعني ساعتها تروح طالعه واحده غيرها. يعني خدت منجايه تطلع المنجايه نفس في نفس اللحظه. في سوره الواقعه وفاكهه مما يتخيرون. مفيش بقى لا فاكهه صيف في الصيف ولا شتاء الشتاء, لا في اي وقت اي فاكهه موجوده. مفيش حاجه اسمها بقى فاكهه الصيف بس وفاكهه الشتاء, لا. وفاكهه مما يتخيرون, كل اللي نفسك فيه. الموز موز بس دوقه بقى. ما هو موز لكن الطعم مختلف غير الدنيا تماما. الدنيا بقى كماوي ويحقنه وتهجين للفاكهه, هناك بقى فاكهه رباني. حاجه كده الهيه. حتى يا رب اعزمك على موز في الجنه يا شيخ ايمن. موز بس, موز ومانجو. انت ما تبقاش طماع بقى يا شيخ ايمن. موز ومانجو هناك يا استاذ ابراهيم. احلى حاجه في الجنه التقابل. شوف في سوره الواقعه متكئين عليها متقابلين. متقابلين يعني ايه؟ المتكئ قاعد على الكنبه بتاعتك او المتكئ مرتاح يعني. من ذهب. ايوه.
الاريكه بتاعتك هي احنا بنقول زي ما كلمه مثلا انتريه الفوجي الكرسي الفوتيه اللي قاعد عليه بس ده من ذهب. تخيل انت المنظر بيعمل ازاي. متكئين عليها قاعد عارف يعني متكئ ما راكش بقى ولا مشاغل ولا مصالح ولا بقى التجاره بتاعتي ولا الشركه ولا العمل بتاعه ولا مفيش بقى خلاص الموضوع ده انتهى. فانت قاعد بكل صفاء صح خالي مفيش حاجه شغله بالك خالي البال راحت البال يا شيخ ايمن بفلوس يا اخي انت قاعد صح. ربنا راضي عنك ايوه صح انت قاعد منعم خلاص بقى انت اشتغلت وتعبت في الدنيا فربنا بيكافئك بالجنب. متكئين عليا كلمه متكئ ده انا قاعد بقى كده وانسجام صح ومبسوط قوي وما بقولكش حاجه متكئين عليا متقابلين ايوه نفسي اشوف فلان في التو تلاقي نفسك عند فلان صح او الكرسي بتاعك يحملك تلاقي نفسك عند فلان هتلاقي بقى في رقعة هتلاقي بقى احدث مما تتخيل كل اللي نفسك فيه هتلاقيه في الجنه. شوف بقى احنا في الدنيا التكنولوجيا عامله ازاي وسائل الحديثه هناك بقى خلاف اللي انت الدنيا دي خلاف الجنه خالص كل اللي نفسك فيه هتلاقيه طبعا. عايز تقابل فلان عايز تقابل سيدك النبي محمد صلى الله عليه وسلم هتلاقي نفسك تروح تجلس مع نفسه سلم. عايز اقابل الصحابه من اللي انت كنت بتحبهم صح ما هو رقم النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر مع من يحب احب صح شو انت كنت بتحب مين وهتحشر معاه دي حقيقة. تتقابل بقى متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون الولدان بيعملوا ايه بيخدموا بقى الله يفتح عليك بيخدموا قاعد بقى صاحبك انا عندك كان انت كان سؤال وانا قلت فيه امبارح في بث مباشر وكنت انت معايا على البث كنت بقول لله طب مين هيخدم مين في الجنه ودي حاجه برضو يعني عرفناها منك وحاجه كويسه جدا ان الولدان لكل رجل مؤمن صالح دخل الجنه 300 ده اقل واحد اقل واحد ده ادنى اهل ده أدنى الجنه منزله وببشر بقى النساء هتستريحوا قوي مفيش بقى لا طبيخ ولا الكلام بتاع الدنيا أيوة أيوة. كل حاجه مجانا وكل حاجه مجرد ما تشتهي اي حاجه الناس كانت محتاجه الحلقه دي كتير قوي يا شيخ ايمن احنا لا بجد بجد في الايام اللي احنا فيها دي انت عارف قد ايه الاسقام والامراض والابتلاءات ربنا يرفع يا رب الابتلاء عن مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين عارف الناس قد ايه مخنوقه طبعا والحاله الاقتصاديه برضو مع الناس مش متظبطه كانوا عايزين حلقه تصبرهم على بلاء الدنيا وابتلاءات الدنيا الله يفتح عليك يا شيخ ايمن وربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب العالمين نحكي عن الجنة وتفاصيل تفاصيل الجنة مش عايزة حلقة ولا اتنين ولا ثلاثة ولا خمسة ده عايزة سلسلة حلقات أكيد عندي أسئلة كتير وعندي السادة المشاهدين برضو أسئلة كتير عايزين نسألها لك لكن للأسف الوقت معاك بيمضي سريعا 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 بس أنا عايز بس حتة صغيرة كده نقولها أنا لو اتمنيت أي حاجة في يعني أنا دلوقتي مثلا عايز أغير عربيتي في الدنيا ولو معايا فلوس من حق إن أنا أغير عربيتي طب أنا لو طلبت عربية أو سأل مثلا أي سؤال يعني في الجنة تجيلي عربية يا حبيبي أه الحديث ده لخص لك كل شيء فيها ما لا عين رأت ايوه ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما انه يخطر على قلبك مش هتعرف توصل للنعيم اللي جوه الجنه يعني كل ما تتخيله احسنت جوه مجاب احسنت يا شيخ ايمن انت منعم مشاهدينا في كل مكان كل متابعي ومشاهدي برنامج ازمه اخلاق انتهى وقتنا معاكم النهارده على امل ان نلقاكم الاسبوع القادم إن شاء الله وأنا طبعا بتوجه بالشكر كل الشكر كل التحية وكل التقدير وكل الاحترام للداعية الإسلامي الشيخ أيمن المصري اللي وهب حياته ووهب وقته في خدمة هذا البرنامج وخدمة دينه ربنا يجازيك خير يا شيخ أيمن كنت معايا منورني ربنا يبارك رب وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأكون جارك في الجنة إن شاء الله أسأل الله أن يجعلني وإياك وعم حسن وكل مشاهدينا في كل مكان يا رب يا رب ندعو لكل مشاهدينا وكل مسلم وكل موحد نبقوا جيران واحباب في الجنه ان شاء الله اللهم امين يا رب وعدنا شيخ ايمن نفتح ملف في الجنه تاني ان شاء الله بإذن تفاصيل بإذن تفاصيل الجنه في الحلقه القادمه تحت امرك ان شاء الله انا طبعا بتوجه بالشكر للمنشد منشد مصر والوطن العربي واحسنت والله يا استاذ حسن وهننزل التتر وحضرتك شغال معانا هتقول حاجه دلوقتي للساده المشاهدين برضو اتفضل مشاهدينا في كل مكان انتظرونا في نفس هذا الموعد من الاسبوع القادم من برنامجكم ازمه اخلاق وخلينا نسمع عم حسن والتتر نازل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلوا على الهادي نبينا روحوا بترفرف علينا روحوا عايشة وحسبينا واللي في قلوبنا وعينينا نور جمالك يا نبينا صلوا على الهادي صلوا صلوا على الهادي صلوا صلوا على الهادي نبينا يوعد المشتاق زيارته واللي ما شفنا رديته تنتهي